السن ما فيه حيلة عن اذنكم بلا مجامل ولا زور ترى كلام الصدق حق وفضيلة اليوم كل صار مبدع ومشهور لكن وين اللي تميز في جيلة لكن وين اللي تميز في جيلة اسلم وسلم لي على اللي لها دور بعد الكفاح مع سنين طويلة جمهورها يغلب على كل جمهور بالمختصر ذات الشموخة الأصيلة إيها الأصيلة مشرق العلم والنور ذخر العتيبي بنت عز وقبيلة ذخر العتيبي بنت عز وقبيلة قطعة من الجنة ونبذة من الحور اليوسفية والمزايا الجميلة إبداعها مضى له سنين وشهور تاريخ ما هو شغل يوم وليلة إنجازها مشكور دايم ومذكور جهد وعمل ما صار بهوان وسيلة جهد وعمل ما صار بهوان وسيلة اقصر والله ما يجي حولها قصور ابداع والله ما نحصل مثيله ومن حاول التقليد قسمه من السور مدري تحصل طيب ولا فشيله ناس على عميهم تلف وتدور الله ياشين النفوس الذليله الله ياشين النفوس الذليله محدا على التقليد مغرم ومجبور ترى الأصيلة حاجة مستحيلة عطارها قمة جميلات محصور على جمال الترفات دمه فصيلة هنا عمل بخلاص وإحساس وشعور هنا وفا ومبادرات جليلة هنا وفا ومبادرات جليلة يكفي كبوها اللي مكانه على الكون اللي مع الأيام نبكي رحيلة شيخ بنا صرح بالأمجاد معمور عسى مصير في الجنان ظليلة قلت الصحيح اللي على العز مذكور وصدق والله ما ندور بديلة صدق والله ما ندور بديلة حي الله اللي قلناها قبالة وحضور عنق وصغير السن ما فيه حيلة عن اذنكم بلا مجامل ولا زور ترى كلام الصدق حق وفضيلة اليوم كل صار مبدع ومشهور لكن وين اللي تميز في جيلة لكن وين اللي تميز في جيلة اسلم وسلم لي على اللي لها دور بعد الكفاح مع سنين طويلة جمهورها يغلب على كل جمهور بالمختصر ذات الشموخة الأصيلة إيها الأصيلة مشرق العلم والنور ذخر العتيبي بنت عز وقبيلة ذخر العتيبي بنت عز وقبيلة قطعة من الجنة ونبذة من الحور اليوسفية والمزايا الجميلة إبداعها مضى له سنين وشهور تاريخ ما هو شغل يوم وليلة إنجازها مشكور دايم ومذكور جهد وعمل ما صار بهوان وسيلة جهد وعمل ما صار بهوان وسيلة اقصر والله ما يجي حولها قصور ابداع والله ما نحصل مثيلة ومن حاول التقليد قسمه من السور مدري تحصل طيب ولا فشيلة ناس على عميهم تلف وتدور الله ياشين النفوس الذليلة الله ياشين النفوس الذليلة
محدا على التقليد مغرام ومجبور، ترى الأصيلة حاجة مستحيلة، عطارها قمة جميلات محصور، على أجمل الترفات دمه فصيلة، هنا عمل بخلاص وإحساس وشعور، هنا وفا ومبادرات جليلة، هنا وفا ومبادرات جليلة. يكفيك أبوها اللي مكانه على الكون، اللي مع الأيام نبكي رحيلة، شيخ بناصر حم بالأمجاد معمور، عسى مصيره في الجنان ظليلة. قلت الصحيح اللي على العز مذكور، وصدق والله ما ندور بديلة، وصدق والله ما ندور بديلة. قناة لهفة موفي، قناة لهفة موفي، 055-222-92-64.